بلشنا بالجودي باجز. الفكرة هي انه يتوزع للأولاد باجز فيهم art supplies, coloring books, bubbles, anything that can just take a, give them a space to breathe. I believe it's an escape للولاد كمان. بعتقد من كل الحروب اللي قطعنا فيها الأهل ما كانوا واعيين كفاية للصحة النفسية تبع الولاد وقديه مهمين الألعاب وقديه مهمين الكتب وقديه مهمين الألوان. You know what?